صباح الخير. صباح الخير. هي الساعة كام؟ الساعة 6. 6 بعد الظهر؟ ياه، أنا زمان أصحابي اتخضوا عليا. أنا لازم أمشي. بعد ما تفطر. بس أصل اتأخرت. بعد ما تفطر. صباح الخير. كل يوم بتصحي الساعة 6 بعد الظهر كده؟ علشان كده قلت لك إن الشمس بتاعتي ما بتطلعش إلا بالليل. إنما دي حياة صعبة جدا. احكيلي. احكيلك عن إيه؟ أنت نسيت ولا إيه؟ إيه؟ مشروع القطارة. احكيلي. خشي. يا ست فردوس، ممكن كلمة؟ عاوزة ايه؟ وكيل صاحب العمارة جه النهاردة وعاوز الإيجار وبيقول لك مش وقته. ده احنا متأخرين عن الإيجار 3 أشهر. الراجل له حق ولو ندفع له شهر. بقول لك مش وقته. مدام عايدة الخياطة ومنول البقال عايزين الحساب. صندوق الويسكي شطة. قلت لك مش وقته مش وقته مش وقته، فهمتي؟ طيب اف الولية دي هتجنني، انا مش عارفه اعمل فيها ايه. اصلها كانت عندنا ايام ما كنت صغيره وانا في المدرسه، وماما الله يرحمها كانت بتحبها قوي. ماما ماتت وانا صغيره، ويمكن ده السبب اللي ملقتش حد يعلمني حاجات كتير. حبيت راجل اكبر مني ووعدني بالجواز واديت له كل حاجه وضحك عليا، ولما كلمته عن الجواز سابني وهرب. الدنيا ضاقت بيا. خفت اقول لبابا لحسن يقتلني، هربت وبابا فضل يدور عليا، وبعدين عرفت انه مات من الحسره. يا حبيبي يا بابا. وبعد كده بقيت من بيت لبيت ومن كباريه لكباريه لحد ما بقيت فردوس الرقاصه اللي قدامك. فردوس؟ طبعا عايز تسيبني. اشمعنى انت اللي مش هتسيبني؟ انا مش هسيبك يا فردوس، مش هسيبك، بس هروح اغير هدومي. اجي معاك ونجيب هدومك هنا. وبعدين؟ وتقعد معايا طول مده اجازتك. ايوه بس طبعا تستعاد تقعد مع واحده زيي. ابدا يا فردوس ابدا.